يميز البشت الكويتي تفاصيله الدقيقة والجميلة أيضا. عبد المحسن السليمان امتهن حياكة البشوت أبا عن جد، ولا يضيره شيئا بأنه يتقن حياكته من البداية وحتى النهاية، كاسرا حاجز الخجل الذي أصبح ملازما للشباب. صناعة البشت اليدوي يتكلف أو نقول أنه يحتاج 21 يوم إلى شهر. لازم يكون فيه تقريبا من 5 إلى 6 أشخاص، كل واحد فيهم يكون أستاذ معين في شغلة معينة. مثلا عندنا في الدقة أو الدربوية اللي احنا نسميها، عندنا مثلا الترتيب لناس يخيطوا لياه، ومن بعده يكون مثلا الصمت والهيلة والمكسر، كل واحد يكون لهم خياط معين يشتغل فيه. وسابقا كان في مثل الديوانية، كان البشت يفتر على شخص لين يخلص. أهل المحل أو نقول احنا أصحاب المحل إن احنا نكون لازم مكلفين نعرف من ألف لياء بالبشت، لازم احنا مطلوب من عندنا. والشيء هذا عقولتهم تورثنا من أبانا وأجدادنا، يعني والدي وجدي نفس الموضوع. الحين سنة 2017 ما أتوقع في شيء اسمه برستيج، الكل قام يشتغل بيده، بس إن أنا أفضل إن الشيء يكون أكثر، أو نقول عقولتهم لا دعم أكثر من كذي. بالنسبة لي أنا كبشت الحمد لله يعني أقدر أخيط بأي مكان مطلوب مني، أن الشيء هذا إحنا تعلمنا فيه من صغر سنة. بالنسبة حق الحرفة اليدوية هي حالاتها تكون موجودة عقولتهم 24 ساعة، أي وقت أنت مطلوب منك شيء لازم تكون متقن فيه وجاهز فيه. وبالنسبة حق الوظيفة أتوقع أنها هي ما تعيق، يعني في السابق كان يقول أنك والله تعيق، الحين الحمد لله يعني خصوصا الحين في السنين الأخيرة هذه لازم يكون حث الوالدين أكثر من أول في السابق. قبل كان في الإجبار، حاليا لازم في الإقناع، طريقة الحديث معاهم، طريقة فهمهم شنو السبب يخلونهم للرفض أن يشتغلون بإيدينهم. لازم يكون في طريقة أو طريقتين أو ثلاثة شلون نحثهم أن نكسر حاجز العيب أو نقول الفشلة بالكويتي أن يشتغلون بيدهم.